بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده حضراتكم بنتكلم على احد البرامج بتاعتنا، وهو برامج لاداره الجيمات او الصالات الرياضيه اللي موجوده. حاولنا نراعي في البرنامج دوت كل ما تحتاجه الصاله، سواء في حساباتها الشخصيه وحساباتها الماليه، وبرضو في حاله اداره الاعضاء بتاعها من حيث الالعاب اللي هم او الجيم اللي هم بيمارسوه، او الايروبكس اللي هم بيمارسوه، النشاط بالظبط اللي هم بيمارسوه جوه الجيم، بالاضافه للناس اللي هم المستخدمين او الناس اللي هم شغالين في قلب الجيم. فحاولنا نلم ده كله في برنامج واحد. يعني طبعا دي شاشه الدخول اللي هي باللوجن بتاعه الابلكيشن. طبعا كل يوزر نيم ليه شويه صلاحيات ما ينفعش يتخطاها، بنحددها طبعا من خلال البرنامج بتاعنا، بحيث ان مش كل واحد شغال في الجيم او كل واحد يعني اوريدي موجود في الجيم يقدر يشوف كل حاجه. فالصلاحيات مثلا اللي هي صلاحيات اللي هي زي الماليه، زي عندنا مثلا التقارير صافي ارباح الجيم، عندنا المشترك يعني يقدر يشوف كم مشترك جديد عنده، يقدر يشوف كم مشترك تجديد، يقدر يشوف كم مشترك جديد في خدمة معينة. يعني مثلا عايز اعرف كم واحد اشترك عندي النهارده او خلال الشهر ده، مشترك جديد مثلا في الجيم، مشترك جديد في الايروبكس، مشترك جديد في الام ام اي، وهكذا. فالتقارير دي تعتبر تقارير مالية، مش اي حد يقدر يخش عليها الا لو معاه صلاحيات زي صلاحيات الادمن. حاجة تانية مثلا زي الخدمات، اضافة خدمة جديدة، اقصد بكلمة الخدمات اللي هي الخدمات اللي بيقدمها الجيم للاعبين بتوعه. يعني مثلا خدمة الجيم، خدمة الايروبكس، خدمة الفيتنس، وهكذا. دي برضو ما يقدرش يضيفها او يعدل فيها الا حد معاه صلاحيات ادمن. نفس النظام اعدادات الحصص الجيم، لو اللي بيدي مش شرط ان هو يكون الاشتراك بتاعه بس بير مانس او بالشهر، يعني ممكن يكون الجيم بيقدم خدمة ان هو حد عنده يشترك او يلعب حصة واحدة بس. فبرضو هنا اعدادات الحصص ديت واعدادات الخدمات بالاضافة للعروض دي كلها ما يقدرش يخش عليها الا واحد ليه صلاحيات ادمن او سوبر يوزر. بعض الحاجات التانية بقى العادية مثلا زي بيانات الاشتراك، بيانات الاعضاء، بيانات الاشتراكات، دي كلها يقدر يخش على اي حد. يعني فعلى حسب اليوزر نيم وبحدد الصلاحيات بتاعت الشخص اللي يخش عندي على البرنامج. طيب زي ما اتفقنا عندي حاجة موجودة اللي هي اعداد الخدمات، وقصدت بالخدمات زي ما قلت في الاول ان هي ازاي اقدر اضيف خدمة معينة عندي في الجيم او لعبة معينة عندي في الجيم. فمثلا ممكن اضيف جيم، ممكن اضيف ايروبكس، ممكن اضيف فيتنس، وتكلفة الخدمة ديت قد ايه في الشهر، بحيث ان انا بعد كده ابدا استخدمها وانا بعمل اشتراك اللاعبين. فمثلا عايز اقول له انا عايز اضيف جيم 1، المبلغ بتاع الجيم دوت بير مانس بالشهر قد ايه، وليكن اشتراكه مثلا هيتكلفني 400 جنيه. فاي حد هيشترك في الخدمه اللي اسمها جيم 1 ديت هيبقى التكلفه بتاعته 400 جنيه، واقدر اعمل سيف واقفل. طبعا احنا عاملين هنا بقى سكيورتي، ما ينفعش ان حد يبقى فيه او يبقى فيه اتنين خدمه بنفس الاسم موجودين عندي، ده ما ينفعش خالص. فعاملين كده زي نوع من السكيورتي او بيسموه الفيريفيكيشن للداتا، ان ما ينفعش يتكرر اسم الخدمه بتاعتي. اقدر برضو اشوف خدمه معينه اعدل فيها، حصل مثلا غلط في اسمها، حصل غلط في المبلغ المالي بتاعها، فاقدر اعدل فيها. اقدر احذف بيانات خدمه معينه، يعني مثلا لو اقول له عايز اشوف مثلا تعديل بيانات خدمه، انا بدور على مين؟ بدور على مثلا اسمها جيم، ادي الجيم عندي، اقول له جيم. اقدر بقى احدد المبلغ المالي اللي مطلوب اغيره او اغير اسم الخدمه بتاعتي، اقدر اديت فيها، اعدل فيها بعد ما تسجلت في الداتابيز. اقدر اخليها شغاله او مش شغاله، مفعله او غير مفعله. نفس النظام برضو اقدر احط عندي بيانات الحصه، اسم الحصه ايه، وليكن حصه جيم، حصه ايروبكس، واقدر احط التكلفه بتاعتها. اقدر برضو اعدل فيها، اقدر احذفها. عروض ساعات الجيم كده بيحب يحط عرض معين بشكل معين، بحيث ان هو يجذب اللاعبين ان هم يشتركوا في العرض دوت، او يكون الدنيا مريحه بالنسبه له، فبيحب يعمل عرض بحيث ان هو يجذب لاعبين جدد. يعني فيقدر يدخل بيانات العرض بتاعته من هنا، يقدر يقول لي اسم العرض بتاعه ايه،
العرض دوت تكلفة المبلغ بتاعه قد ايه؟ وليكن 500 جنيه، المدة بالشهور. يعني بيقول اللي هيشترك عندي مثلا 3 شهور هيدفع 500 جنيه، اللي هيشترك عندي 3 شهور هيدفع مثلا 2000 جنيه. وبقى كده المبلغ دوت بيبقى فيه خصم عن الاشتراك العادي. فانا هنا بقول له لمدة 3 شهور، فبوريدي اللي هيشترك في العرض دوت هيشترك ب1000 جنيه، وهيحسب له 3 اشهر من تاريخ الاشتراك بتاعه. فقلت له نيو اوفر ينتهي امتى؟ يعني ما حدش يقدر يستخدم العرض دوت بعد يوم ايه؟ فسي مثلا بقول له وليكن بعد يوم 27، ما حدش يقدر يستخدم او يبدأ من الناس اللي هم شغالين في الجيم ان هو الصاين او يودي العرض دوت لمستخدم تاني. تعال نقول خلاص نفس النظام، ممكن اعدل في عرض، ممكن احذف عرض. عندي بعد كده حاجة اسمها اعداد مصروفات الجيم. طبعا في حاجة اسمها مصروفات اللي هي بتبقى عبارة عن يا اما ده مصروف او يا اما ده حاجة عندي واردة للجيم، يا اما مصروف يا اما دخل للجيم. فممكن يضيف نوع من انواع المصروفات عندي وابدأ اسجلها. ابدا اسجل مصروف معين هو ده ايرادات ولا واردات، بحيث ان ابدا بعد كده ابدا اخرج للجيم صافي الربح بتاعه من خلال المصروفات والايرادات اللي هو بيضيفها لي. عندي بعد كده مستخدمين. طبعا لو البرنامج هنا بيلقط صوره للمستخدم بتاعي، اقصد بالمستخدم هنا مش اللاعب، اقصد بالمستخدم اللي هو شغال في الجيم، اقدر بالنسبه لي هنا احط له اسم، واحط له اسم المستخدم، واحدد الصلاحيات بتاعته وكلمه المرور واحفظ. طبعا من خلال الصلاحيات بتاعته بقى بحدد هو بيخش على انه شاشات وانه شاشات لا. يعني عندي هنا طبعا تقارير، التقارير دي بخلصها وبتخرج بعد كده بتطبع على هيئه اكسل فايل او على هيئه وورد على حسب ما الناس عايزين. هنا اقدر اجيب مين مشتركين جديد جداد في فتره معينه، صافي الربح في فتره معينه، مين حضر الجيم عندي. طبعا بيانات الاعضاء، انا هنا برضو بقدر اسجل بيانات عضو معين، بياناته بتليفوناته وكل حاجه اقدر اسيرش عليها. طبعا هنا عندنا مراعين الحته بتاعت كل عضو بيشترك عندي وبشوف الكونديشنز او ليه حاله مرضيه ولا حاجه، على اساس الناس بتوع الجيم يقدروا يتابعوه ويقدروا بعد كده يحددوا معاه ايه هي نوع التمرين اللي تناسبه. فلو قلت له مثلا برضو هنا باخد صورة الجيم، اقدر احدد الشخص اللي عندي، واقدر احدد هي لو عنده حالة مرضية او ايا كان، وابدأ املى بياناته بحيث ان انا ابدأ استخدمها بعد كده عندي واقدر اتابعه. نفس النظام عندي بقى ممكن تعديل بيانات، حذف بيانات عضو، بحث عن عضو معين، اشوف البيانات بتاعته. فلو ببحث عن عضو معين يدوب ببحث عنه باكتر من كريتيريا بقى، باسم الموبايل، الايميل، الكارت، الرقم القومي، ايا كان. فهنا بقول له الاسم بتاعه وليكن يبدا بحرف الياء، او هنا قلت له حرف ب، فجاب لي كل اللي في السوم حرف ب. وقف على اول واحد وقال لي خلي بالك الراجل دوت اشتراكه عندي منتهي، ممكن اسجل الراجل ده حضور في الجيم. وكده انا عرفت الراجل ده اشتراكه منتهي، فما يجي يبدا يتكلم معايا اعرف اشتراكه منتهي ولا لا. اشتراكات، هنا بقى ببدا اضيف الاشتراكات بتاعه الناس، بشوف المشترك عندي. فمثلا سيب اقول له اضافه بيانات اشتراك، يقول لي انه مشترك عايز اضيف له بيانات. فقلت له بالاسم مثلا، وبدات استرش على الراجل دوت. قال لي يا راجل دوت خلي بالك يوسف دوت البيانات بتاعته او ان هو مش الاشتراك بتاعه منتهي. فتعال نقول له عرض كده. فابدا احدد بقى هو هيشترك عندي في انه نشاط. اول ما بحدد بيديني المبلغ بتاعي، طب هو مشترك عندي في عرض ولا لا؟ فاكرين عرض احنا سجلناه مع بعض اللي هو اسمه نيو اوفر ده؟ لاحظوا هنا حضراتكم قلت نيو اوفر، حسب اوتوماتيك 3 اشهر من تاريخ اليوم، وحط لي التفاصيل بتاعة العرض. لو عايز اشترك في حصص، لو عندي اعدادات بقى، لو عايز اخد باك اب من الداتا بيز. كما ان في البرنامج هنا ميزه ان هو ممكن يتصل ببرنامج بجهاز زاز اسمه جهاز بالكارت، بيشتغل بالكارت، تحط على باب الجيم ويمر المستخدم بالكارت على باب الجيم، فيقدر يقول للمستخدم مجرد ما يمر بالكارت يبدا يطلع لي بيانات المستخدم دوت، يقول لي ده مشترك او منتهي اشتراكه،
ويبدأ يديني الارت يقول لي خلي بالك الراجل دوت منتهي اشتراكه وهكذا يعني. طبعا بالإضافة للتقارير اللي موجودة عندنا ده كده يعني باختصار البرنامج. وطبعا البرنامج فيه فيتشرز كتيرة جوه، واحنا حاولنا نلم فيه بقدر الإمكان كل ما يحتاجه الجيم، زي ما قلنا في إدارة الجيم أو في إدارة اللاعبين أو المستخدمين اللي موجودين في الجيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.